يا على بندر عدن زاد الهواء زاد النوى زاد. كانت هذه المنارة التاريخية شاهدة في نهاية خمسينيات القرن الماضي على أولى خطوات الفنان الشهير أبو بكر سالم، متتلمذا على يد أساطين الغناء في عدن آنذاك. وها هي اليوم تشهد أربعينية تأبينية بعد أن صار خلال أكثر من ستة عقود من أهم الفنانين في الوطن العربي. عدن كانت تعتبر أهم محطة لأبو بكر سالم بالفقه، لأنه منا انطلق للفن. طبعا نحن نعرف عبر أثير إذاعة عدن أغنية يا ورد محلى جمالك، كانت أول أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم، ومنه هي اشتهر وانطلقت حياته فيها الفنية. وبعد كده نحن نعرف التنقلات اللي مر فيها من عدن إلى جدة إلى الخليج، ومنه يعني اشتهر. لكن تعتبر عدن المحطة الرئيسية أو النواة الأساسية للحياة الفنية للفنان أبو بكر سالم بالفقه الله يرحمه. جمالك بين الورود يا ورد يا غصن محلى. الفعالية الفنية التي نظمتها مبادرات شبابية أنعشت الأجواء الفنية بحضور مجتمعي لافت وبمشاركة عدد من عازفي بيت العود العدني الذين عزفوا الأعمال العدنية للفنان الراحل بشكل خاص. أبو بكر سالم بالفقي يرتبط اسمه باسم عدن، وعدن يرتبط بفترة أبو بكر سالم بالفقي. يا طائرة طيري على بندر عدن، كل شيء معقول إلا فراقك يا عدن، إمتى أنا أشوفك، والعديد والعديد. بالفقي انطلقت موهبته من داخل هذه المدينة المعطاء، هذه المدينة الولادة. تأثير الفنان الكبير يمتد نحو الأجيال الجديدة بمختلف توجهاتهم، وكانت فقرة الجيتار كآلة غربية مميزة لاقت استحسان الجمهور وأثبتت إمكانيات امتداد الإرث الموسيقي لهذا الفنان نحو آفاق أوسع. عدن التي كانت من أهم محطات الفنان الراحل أبو بكر سالم ها هي اليوم تحيي أربعينيته بفعالية احتشد فيها الكثير من عشاق هذا الفنان الكبير. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.